السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن منطقة العراق ونرجع مرة أخرى للثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي، وخاصة في 16 و17 مارس عام 1988، واللي حصل فيها المجزرة بتاعت حلبجة نتيجة ضرب القوات العراقية لهؤلاء الناس من نظام صدام حسين بالكيماوي، واللي أدت إلى مقتل ما بين 3200 ل 5000 ماتوا، و7000 ل 10000 اللي هم احرقوا درجات مختلقه من الحرق. انا بتكلم عن اقليم عن الحرق ده، لان ده بدا يفتح لنا نظرنا كيف ندخل ونعمل في مثل هذه المناطق النائيه البعيده، اللي كانت طبعا كردستان كانت قريبه من اقليم من ايران. حصل حرب الخليج الأولى لعام 1991 وانتهت بنزوح كبير جدا من كل المناطق في العراق، خاصة المناطق الكردية، والأمم المتحدة عملت اللي احنا بنسميه حاجة اسمها الأماكن الآمنة، خاصة في شمال العراق اللي هي منطقة كردستان، وجعلت من الناس هناك يدخلون على العراق عن طريق هذه الأماكن الآمنة. بدأنا احنا نتعامل مع مثل هذه القضايا بناحية مجتمعية وناحية أخلاقية أكتر بكتير جدا، وحاولنا نعمل داخل العراق، لكن ما كانش لنا أي تواصل مع المسؤولين هناك، إلى أن حدث مؤتمر في أعتقد 94 أو 93 إسلامي، ورتبه وزير الأوقاف العراقي، وبدأنا ناخد الخيط عشان نتصل بوزارة الأوقاف عشان نخش نعمل داخل العراق ونعملش عن طريق الأماكن الآمنة الموجودة في الشمال فقط. وتأخر هذا اللقاء حوالي إلى أن خدنا الموافقة في عام 1996، وكانت لنا أول زيارة للعراق بغداد عن طريق بغداد عن طريق الأردن عام 1999. كان اللي بيسألني من الأكراد لما تجيش من تحت الأماكن الأمنة، كان لي أنا موقف واضح جدا واضح جدا واضح جدا، لأن احنا كمؤسسة أو كجمعية بنحافظ على الوحدة المجتمعية للوطن العراقي، وأننا احنا لا ندخل العراق إلا عن طريق العاصمة العراقية الموجودة حاليا، ونحن نعرفها اللي هي بغداد، فنستطعنا الدخول لنعمل هناك، لكن لا ندخل عن أماكن أخرى. وفعلا انتظرنا هذه السنوات إلى أن أتت الموافقة ودخلنا بغداد عن العراق عن طريق بغداد، ونشكر وزير الأوقاف اللي هو سمح لنا بالدخول. طبعا هذا موقف بالنسبة لأي عامل في المجتمع المدني. العملية مش عملية فقط إرساء المساعدات، العملية عملية المحافظة على وحدة وكينونة الوطن اللي احنا بنتكلم عنه، ده جزء من عملنا الإنساني، فده في كل مكان، وده اللي نفس اللي احنا عملناه في السودان وجنوب السودان. كان لنا شغل في الشمال وشغل في الجنوب، اتفقنا مع الطرفين ان نعمل من خلال الجانبين. فحينما نعمل في اماكن كهذه لابد ان نضع التوازن ما بين الوطن الجغرافي والوطن الاقليمي والاماكن الامنه اللي هي بتكون مؤقته في ذلك الوقت. فتاخر عملنا لمده 3 سنوات الى ان وصلنا هناك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.